اجا لا لسه لا اجا 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 نو 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 انا طبعا بحبش الرسم ولا برسم برسم عليكي. Hi guys, كيفكم؟ I miss you guys. في مفاجأة كثير كيوت وحلو وهيك وإيش كثير بدي أورجيكم إياه صراحة كثير متحمسة. Wait 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 a minute wait a minute guys okay بس دقيقة guys. Oh my god! Look at this! Oh my god! Hello! Jump Minecraft جبته على الواقع يا جماعة! I like it so much! أنا مش هكذب وأقول إنه هو أنا أطول منه، لأ. صراحة هو أطول مني بكثير أطول مني! شت قد إيه أطول هو؟ إيش عارف؟ صراحة كثير مبسوطة. حبيت أورجيكم إياها. هذا إجاني يا جماعة الخير هدية بمناسبة 100,000 مشترك على يوتيوب. Thank you guys. شكرا على كل إشي. وطبعا مش حيكون هذا فيديو 100,000. فيديو 100,000 فكرة أكبر بكتير بكتير بكتير. إن شاء الله حيكون هيك فيديو كتير حلو حتنبسطوا فيه. وأكيد مش هذا الشكر يعني، بس أنا بتوقع إنه حينزل هذا الفيديو وأنا حكون 100,000. بشكرك احتياط أوكي؟ تعبت. اوكي ده خليني ارجع كثير تقيل. او ماي جاد ويت، ما بعرف اذا حيزبط. اي ثينك انه يس يس زبط. ياي حالعب طول الفيديو هو جنبي. اوكي ايش اسمك؟ انت لازم تسموا لي اياه بالتعليقات. حتعامل معه برقه كثير كبيره، ما حتعامل معه لانه عنيفه. لا مش عنيفه بالمره. واذا برسم برسم عدكي. اهلا وسهلا فيكم يا اصدقائي في فيديو جديد من ماينكرافت. والله اشتقت لكم يا جايز سو ماتش. او ماي جاد، كيف بس كيف اللي انتم شايفينه هلا؟ كيف عينكم بعيني؟ حطوا هلا شوف عينكم بعيني يا جماعه، كيف اللي انتم شايفينه هلا؟ او ماي جاد او ماي جاد. اوكي جايز، صراحه انا مش عارف اذا انتم وصلتوا هذا الفيديو 4000 ولا لا لايك، لانه اتفقنا اذا وصلتوا 4000 لايك مباشر حنزل لكم الجزء الثاني من هذا الفيديو. بس انا وصلتوا 4000 لايك اوكي؟ إذا تتذكروا بهذاك الفيديو كنت عاملة بيت بقرف حرفيا، ما كنت عاملة ولا إشي، صراحة عدلت كثير على الموضوع وعملت كثير شغلات أسطورية بالبيت، يعني حرفيا كل إشي تغير، بنيت مملكة يا جماعة، قصر، بس أبي شو غلبني؟ قطعت كل الجار اللي قدامكم عشان أقدر أبني هاي المستعمرة العظيمة يا جايز، أو ماي جاد، لوك 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 لوك، والله أسطورية، أوووو والله جزعت اشتغل عليها بلاوي. اوكي خلينا نفوت نشوف ايش في جوا. ايش عدلت؟ عدلت كثير شغلات. عندنا هون شبابيك يا جايز، شبابيك تفتح وتسكر. او ماي جاد، اول بوابه هاي ما رضتش تتعدل معي زي الزفت كانت. اوكي وعندنا هون القمح، عملت مزرعه لانه انا كل شوي يخلص مني الاكل، كل شوي يخلص من اللي معي غير هدول ثلاث اكلات، يعني مش طبيعي الموضوع كان. اوكي جايز خليني اذكركم احنا شو هدفنا من هذا العالم للي ما بيعرف ولا بيشوف الفيديو لاول مره. زي شايفين هون احنا بجزيرة طايرة ماينكرافت. اوكي جايز وفيها كل البيومات اللي انتم تتوقعوها ما عدا الصحراء والثلج والجليد وما بعرف صراحة ايش في كمان مش موجود فيها، بس المهم فيها عالم النذر وفيها التنين، ما بعرف اذا فيها بوس ثاني بس حنكتشف مع سوا. بالحلقة الماضية اكتشفنا عالم النذر بهاي الماب، بس لسه ما اكتشفنا مكان التنين واذا بنقدر نقتل التنين ولا لا بهاي الماب. ولغايه الان كلياتكم تستنوني استكشف هذيك الزهريه اللي فوق، صراحه انا كثير متحمسه زيكم اني استكشف ايش فيها. فالان المهمه الاساسيه انه نروح نستكشف ما داخل الزهريه. يلا يلا ليتس جو ليتس جو. والله لا ما اخاف ولا اتراجع زي قبل شوي، نيفر اني اتراجع. مر اي 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 ليش 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 ايش كمان الزومبي هاي؟ يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي. ابلع ابلع. اوكي لازم افوت انام، ما بتعرفش ايش الواحد بيصير معه، من اين يخرج لك الكريبر لا تعلم. يا رب يا رب يا رب نروح عليها هسه، عليها ما تروحش على الفاضي، يا رب تكون انه اشي كثير اسطوري. اوكي طب بس طب يعني هيك بس خلص، يعطيني الف عافيه بس هيك الفكره. طب وبس انزل كيف انزل؟ بس اطلع كيف اطلع؟ طيب مش عارف. لا هي الفكرة مش هيك، هي الفكرة يعني كانت ببالي المصمم أفضل من هيك، بس هي طلعت هيك. عارفين لما بدك تكون تتصور صورة وتكون حط براسك صورة بعدين تطلع صورة أخرى، ظهر إنه هيك الموضوع. أوه ماي جاد، أوه أكيد مش حلعب باركور صح؟ مش متوقعين مني ألعبها باركور صح؟ أوه أوه تخيلوا كنت وقعت. آه!
أحم أحم أحم. يا رب أهلي هسه مش في الكنادر يموتوا. أوكي ركزي ركزي أرجوكي أرجوكي، الموضوع مش مستاهل أبدا أبدا غباء. تعرفوا شو سخرية القدر؟ إنه هلا أروح حروح أواجه شو التنين وأنا معي شلن، ولا جايب بوكيت مي ولا جايب إشي ولا حاسب حسابي جايز، والله حتى من ديني حيروحني التنين. يا رب بضلش معي بلوكات. او ماي لا 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 بمزح. لا 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 اي اي يا كلب يا كلب يا كلب، وين انا جايز؟ مش فاهم انا كيف بعمل معاني هيك. لا حول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. يا كلب يا 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 بلاد الزوبيا يا 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 حيوان ورجعي وين. او ماي جاد او ماي جاد، انا ايش عامل؟ انا وين انا وين؟ بس حد يفهمني انا وين. ريما كوني شجاعة، هاي الحياة ما بتستقبل الضعفاء. او ماي جاد انا بعرف. لا 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 جايز ما كنت بعرف انه الدنيا ليل. جايز ما كنت بعرف ما شو اللي صار. النام النوم حلو النوم حلو، شو اللي طلع لي مش عارف، بس انا حاسه هذا الدب حيهجم علي في اي وقت. اتوقع اتوقع اللي طلع لي هو سيلفر فيش، والله اعلم. جايز او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، كونوا معي شويه خشب اعمل كرافتنج تيبل واعمل سلم. السلم كيف بنعمل؟ مش عارف. يا كلب يا كلب يا كلب اي شو بس يا يا كلاب 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 يا سيلفر فيش يا حيوانات يا حيوانات يا حيوانات. لا لا في سيلفر فيش كتير مش اوكي 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 قدرت اهرب. او ماي جاد او ماي جاد يا 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 اوكي نلبس نلبس دروع. او ماي جاد صاري افكر شوي صغيره. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد يا 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 سيلفر فيش وخراب ديار سيلفر فيش وخراب ديار. يا الله يا الله يا الله الغباء يا الله الغباء يا الله الغباء عندما تكون ريما. يا فرحه ما تمت يا جايز، انا عشان بدي اروح التنين لازمني كثير شغلات. خليني اسكر هاي. يا الله يا تيتي صعب. او ماي جاد في هون سيلفراية كلبة. منين احط عيون الاندرمان انا؟ اخترعها من وين؟ طلعت اشوف النهدية، طلعت النهدية. المفروض نروح على البليز، وانا كسرت البليز بالحلقة الماضية. مشكلة معيش دايموند اني اروح النذر من هون، لو رحت النذر انا كسر المكان اللي بوديني على البليز. فيا جايز ما في حل غير اني استعين بالكرياتيف، لانه انا كسرت السبونر تاع البليز. انا غبية ولا مش غبية؟ غبية ولا مش غبية؟ اوكي جايز انا سوري على هاي الحركة اللي بدي اعملها حاليا، بس انا مضطرة عليها للاسف. اللي حضر الحلقة الماضية بتأكد من غبائي. One eternity later. وي وي اوه زبطت. نروح نواجه التنين بهذا العالم. جد كثير متحمس اشوف شو حيصير يكون التنين هون. واو وات اوف ذس او ماي جاد او ماي. انا وين؟ انا معي بلوكات كفايه؟ لا. طب كيف ترجع العالم؟ او ماي جاد تنين فوقي. اي يا مر لا يا مر لا يا مر لا 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 لا. شو بتعمل شو بتعمل شو بتعمل؟ اوكي 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 يمكن الحي يمكن الحي اغراضي يمكن الحي اغراضي. الحي اغراض مين؟ الحي اغراض مين؟ الناس نايمين. بدر بروح نار التنين. الناس انها بتحتفظ بالاشياء.
لن استسلم يا جايز، لن ولن 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 استسلم. اوكي خفت، روح بيت اجهز نفسي زي البشر. ما كنتش اتوقع اني اروح واجه التنين يا جايز، ما كنت، انا كنت اتوقع اني اروح استكشف هذا الاشي اللي فوق بس. انهنت والله انهنت، اطلع من داره بقلم داره. محاولة رقم 3 ولا 2 مش عارف صراحة. سلابات على السريع، ليه هيك سلاب؟ عشان الحياة صعبة كثر الثقة. أي الكلب! نو 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 نو. طب أنا غبية يعني أنا قاعدة بتدمج مرمز ليش؟ أوه بدر بدر، روح أخذ أغراضي بسرعة 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 بسرعة. أي كان أي كان أي كان أي كان جاز 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 جاز. شت كيف بقدر أروح لهاي؟ كرب علي كمان نار الحيوان! ليش ما مش اسمه ما بالمي ما بتروح تأثير النار؟ يا الله! بالله عليك بالله عليك اتركوني بحالي. زيح لو سمحت. زيح منك إلو زيح زيح. أنا مضطر إني واعك. لا يا كلب! إجي إجي إجي، لا 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 يا رب يجي يا رب يجي. ما ضلش معي لا! اوكي جايز، حاولت كتير صراحة بس الموضوع شبه مستحيل. الفكرة انه التنين هون كتير صعب، وتوقعت انه حيكون في عالم مختلف بس مش عارف صراحة، طلع الموضوع كثير صعب أكثر ما إنه غريب. يعني تقريبا بدك تكون يعني مش عارف فل كل إشي، وإنت أصلا ما عندك موارد بالعالم، عارفين يعني ما عندك موارد كفاية بالعالم، يعني بتموت لحتى تلاقي آيرون. حسيت الماب معتمد أكثر على صبرك بتجميع الشغلات مش على الاستمتاع بالجيم قد فيه شغلات غريبة. يعني من باب التغيير it's okay for fun، يعني بتمنى انه المقطع يكون هيك لطيف. مش عارف صراحة، انا مش كثير صراحة عجبني بس صراحة حينزل، لاني وعدكم اني انزل منه الجزء الثاني، واغلبكم متحمسين زي ما انا كنت متحمسة اني استكشف ايش فيه بالإش النهدي اللي فوق. فيب جايز، مني ومن بندودتي نسلم عليكم ونقول لكم اخر فيديو تسليكي سوف ينزل على القناة، وكل الفيديوهات القادمة ستكون فيديوهات احترافية وليست فيديوهات تسليكية. بس والله ما كنت عارف انه فيديو تسليكي جايز، والله ايش دخل الجيم اللي كنت العبه متخلف، وانا كمان بعرفش العب ماينكرافت، انا حمارة. يلا باي، بشوفكم في فيديو 100,000 الاسطوري. باي. لا استنى، شو بجوز ينزل قبل الفيديو 100,000 فيديو، لأنه من فيديو 100,000 بده تحضير. خلاص جماعة، خير عندي بخش عائلي، يلا سلام.